للأسف العثور على سلحفاة أخرى ميتة، لكن لا نظن أن هذه قد دهستها إحدى السيارات، ولكن قد تكون ماتت بشكل طبيعي. ربما قد تمت، يعني حتى جلدها وكل محتوياتها العضوية قد تحللت. يعني ظلت القوقعة وحدها وظلت عظامها فقط، وهذه السلحفاة كان عمرها حوالي 9 سنوات أو 8 سنوات. لا يمكن تقليبها لأنها متحللة، وقد أكلتها الحشرات والديدان إلى آخره. هذه قد توفيت بشكل طبيعي داخل الغابة.